بيان سور لازم تساهم في المصروف تاع الدار سورتو على العائله، وباذن الله راك ماجور عليها سواء اللي متزوج سواء اللي ماشي متزوج. والله يا الاخت غير نمشيو قيس قيس، واش حاجه اللي نقدروا عليها نشروها واللي ما نقدروش باينه هذه انسان يتجاوزها. نمشي على حساب المصروف تاعي وعلى حساب جيبي. والله يا الاخت خطره من داك تشري شويه دجاج، خطرات شويه لحم، ومن داك شي حاجه تاع حوت ولا هكذايا، وتنوع كل خطره واش تاكل واش كتب ربي وخلاص. انا هو كلش الله نقضي كلش للدار. صح نهضروا صراحه، انا اللي نقضي، انا متكلف بالدار بابا شويه، انا شويه نتعاون شويه شويه ونقضي. الوقت وصلنا له لازم يتعاون، لازم، ما تقدرش وحدك انبوسيف، ما تقدرش وحدك، ما تقدر تشري زعما. انا مسؤول على الخضره، بابي يشري حاجه مواد غذائيه حوايج هكذا في الدار، شابر خضره اللي انا نشري، خص الدجاج نجيب، الخضره نجيب، فاكهه نجيب، واش خصهم نجيبهم بصح افير مواد غذائيه بابي يشري. نعم بيان سور نشري لهم كيما يستحقوا، الفرامج الدجاج القديم بصل البطاطا مليحه وماهوش غاليين، قلب اللوز لي طارت زلابيه ما كلش شربات كل خطره. شنو خطره شري له خضره تفطر في طوملات ونورمال عادي. انا عندي راجلي يخدم خدام ووليدي الكبير بيان سور يعني نتعاونوا، وشهر رمضان كاع فيه معاونه لازم. 25 سنة نبارك فيك يسلمك، يعطيني دراهم ما نكذبش، أنا اللي نشري وأنا أنا وباباه نخرجوا نصرفوا. شحال يمد لي؟ يمد لي زوج معاونة يمد الحق، يحب يشري يجيبوا كي يكون عنده دور يصرفوا على الدار، يجيب يحب يفرح خياته، يحب عنده هذاك الحيوية تاع مع خياته، يجيب معاه الياوغت، يجيب معاه السقايط هادو، يحب يفرح خياته، يحب كي يدخل للدار ما يدخلش يديه فارغين. ولادي يعاونوني، عندي ولد واحد وعندي طفل الله يبارك، يعاونوني مزوجة بصح تجي تعطيني دراهم. الله يبارك. ونصرفوا ونكتب اللي كتبوا ربي. وليدك واش يشري مثلا؟ يعطيك دراهم ولا هو يقول؟ يعطيني دراهم، يقول لي دبري راسك. شحال يعطي لك؟ كل مرة كيفاش، هو يخدم عند واحد هكايا، المهم تقاسموا. ما يديش مسكين ما يتكيف ما يشم ما والو، يشري لي طاخت يشري قلب اللوز الشيء اللي يكتب لازم يكذب عليك، يقول لك شهريه وحده تكفي، ما تكفيش باسكو الكرا الماتريسيتي المرض. ديجا انا مريضه بحندير عمليه هاني باش نجري للسبيطار وكامل الناس يعاونوني.